السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج لو كانوا يعلمون. هل قبل كده يا جماعة حد منكم جرب يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وربنا خذله؟ هل قبل كده حد منكم يا جماعة دعا ربنا سبحانه وتعالى وما حسش باستجابة ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الله وعدك بحاجة قبل كده وأخلف الوعد؟ لا والله، قال رب العالمين: ومن أوفى بعهده من الله، إن الله لا يخلف الميعاد. جرب تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وشوف قد ايه هيصدق معاك ان كنت انت صادق مع ربنا عز وجل. بل ان كلمه جرب ربنا دي كلمه غير مناسبه، لان الله لا يجرب، وانما ثق في التعامل، اذا وعدك ولا يخلف الميعاد. احنا النهارده مع قصه من قصص القران كلها ثقه في الله، وكلها اعتماد على الله، وكلها حسن ظن ان ربنا مش هيضيعني لو انا على الحق، حتى لو الدنيا كلها ضدي، حتى لو الظروف بتقول ان انا هاخذل ومش هانصر، لكن ما دام ربي معي سبحانه وتعالى انا قوي بربنا عز وجل. نبدا القصه. هي قصه حصلت قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبب نزول الصوره اللي فيها القصه ان سيدنا خباب ابن الارت، وده واحد من الصحابه، يمكن هو مش مشهور عند كثير من الناس، هو كان عبد عند احد النساء الكافرات. فلما اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جابوه وقلعوه لبسه من فوق ونيموه على الجمر الفحم اللي يعني المولع، فمن كتر ما هو سخن على ظهره اغمى عليه، ولما صحي لقى الجمر ده مطفي، اتطفى بسبب شحم ظهر سيدنا خباب كما في صحيح البخاري. فراح يحبو للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مش قادر، والنبي قاعد عند الكعبة. فقال: يا رسول الله، سيدنا خباب، أفلا تدعو لنا؟ أفلا تستنصر لنا؟ فالنبي كان ساند كده فقعد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة يوضع إلى نصفه، ثم يأتي يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويشق نصفين، لا يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، الإسلام هو اللي هيكون عزيز ومش هتعذب وما تخافوش، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، مساحة كبيرة جدا 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 لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي بيطمن الصحابة صلى الله عليه وسلم إن هيجي اليوم اللي الإسلام هو اللي يكون عزيز مش ذليل. مين قصة الراجل اللي اتنشر بالمناشير واتحفر له لغاية وسطه وقعد يتنشب بالمناشير وده لم يرده ذلك عن دينه؟ قصة أصحاب الأخدود. بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا أي ما انتقموا وما نقموا منهم ليه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قصة أصحاب الأخدود قصة خدناها كتير قوي وإحنا صغيرين في المدرسة، لكن فيها تفاصيل رائعة النبي حكاها بالنص كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي. هذه القصة يا جماعة كانت ما بين رفع سيدنا عيسى إلى السماء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين النبي بعث سنة 571 ميلاديا بعد رفع سيدنا عيسى بما يقرب من 571 سنة. في الفترة دي انتشر عبادة البشر، الملوك بيعبدوا، وانتشر عبادة الشمس والقبر، وكان في قرية من القرى أو في مدينة من المدن بيعبد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، هذا الملك إله عند قومه، وكان له ساحر وجليس، دراعه اليمين ساحر ودراعه الشمال الجليس. الساحر بمثابة اليد اللي بيطش بيها الملك ويأذي أي حد عايز يأذيه ويعرف له الأخبار اللي جوه البيوت. طب والجليس ده الراجل الظريف الطيب اللي الملك بيفضفض له لو عنده مشاكل وبيحكي له وبيستشيره. فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبرت أنا خلاص هموت، فابعث لي غلاما أعلمه السحر. شوفوا يا جماعة، احنا قبل ما نبدأ القصة احنا عندنا معنى مهم قوي، انك انت لو ربنا معاك ما تخافش، خليك واثق في ربنا ومش هيضيعك. لكن في فوائد كتيره في القصه مش هينفع ان احنا نعديها. لما الساحر كبر قال للملك: انا هموت، مين اللي بعد كده هيبقى ساحر في الدنيا دي؟ من كتر ايمان الساحر وحبه للحاجه اللي هو للفكره اللي عنده مش عايز يموت وتدفن معاه. اي حد بيحب حاجه بيحب ينشرها ما بين الناس. ابو جهل يا جماعه لما كان بيموت كان بيطلع في الروح خلاص قتل في غزوه بدر، جه سيدنا عبد الله بن مسعود وكان ابو جهل بيعذبه في الجاهليه. عبد الله بن مسعود جسمه قليل وابو جهل ضخم جدا، فعبد الله بن مسعود جاي عشان يتاكد ابو جهل اتقتل ولا لا، كان لسه في الرمق الاخير بيطلع في الروح، قام حاطط رجليه على بطنه كده واقف.
فابو جهل فتح عينيه وهو بيموت خلاص، قتل وحصل هزيمه للكفار في غزوه بدر، فبص لعبد الله بن مسعود وقال: لمن الغلبه اليوم يروي عي الغنم؟ مين اللي كسب؟ ده بيموت، بدل ما ينشغل بحاله وهو بيموت بيسال مين اللي كسب. وابو جهل كان يعني بيحب الكفر، فما ظنكم باهل الدين واهل الاسلام؟ الساحر بيقول للملك: ابعث لي غلاما اعلمه السحر. فقعدوا يدوروا على غلام، فلقوا واحد ذكي جدا، فبدأ الغلام يروح للساحر عشان يتعلم السحر قبل ما الساحر يموت. ولكن بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى اللي شاء انه يهدي الغلام ده، وهو نازل من بيته كل يوم كان بيعدي على صومعه، صومعه يعني زي بيت صغير كده، في راهب من اتباع سيدنا عيسى بيعبد ربنا عز وجل. فهو معدي سمعه بيتكلم على الجنة، بيتكلم على ربنا، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. الولد فطرته سليمة وقلبه حلو، مع ان كل البلد بتعبد الملك وكل البلد بتعبد حد غير ربنا، بس اول ما سمع كده اللي بيتكلم على ربنا انجذب له غصب عنه. وبعدين يروح عند الساحر، يلاقي الساحر مش عارف بيقول شمهورش ومش عارف خبي منه ايه ويسرق منه ايه، كلام مش حلو. بس في الاخر الساحر ده هو اعظم واحد في المدينة، الملك بيقول ده احسن واحد. وبعدين هو راجع يقعد يسمع الراجل الراهب. تعرف الانسان اللي قلبه حلو بيميز الحق والباطل، حتى لو اهل الحق قليلين لكنه يرى الحق كده، كما قال سيدنا ابو بكر الصديق: اللهم ارنا الحق حقا، يعني يا رب اصلح لنا قلوبنا عشان ما نشوفش الحق ده تشدد او نشوفه خنقه، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، ما شوفوش حياه عصريه مع انه معاصي، ولا شوفه مش عارف مودرن لايف مش عارف ايه مع انه معاصي، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. علشان كده الانسان اللي فطرته سليمه وقلبه على طول بيتوب لربنا عز وجل وقلبه ما فيهوش معاصي كتير، تلاقيه بص على الحق يعرفه، لان الحق واضح لكنه بيخفى بسبب القلوب اللي ممكن يكون فيها ذنوب كتيره. فبدأ الغلام ونازل من بيته يروح يقعد مع الراهب شويه، كلامه حلو قوي، فكرنا بربنا، يتكلم على ربنا، يتكلم عن رحمة ربنا، عن الجنة. فبدأ يتأخر يروح للساحر، متأخر ساعتين، فالساحر يضربه. وبعدين الساحر عنده لازم يقعد ساعة عشان يعلمه حاجات في السحر، يرجع لأهله، أهله يضربوه عشان اتأخر. فراح اشتكى للراهب قال له: أنا بتأخر على الساحر وبعدين بتأخر على أهلي. فقال له: إذا ذهبت للساحر متأخرا فقل حبسني أهلي، وإذا رجعت لأهلك متأخرا فقل حبسني الساحر. خد بالك ده عندنا كده اسمه كذب، بس ما ينفعش، الراهب مش هيخليه يكذب. انتوا عارفين يا جماعه قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم من حديث ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، تقول: ولم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب الا في ثلاثه، في حديث الرجل لزوجته، وحديث الزوجه لزوجها، وهنقول معناها دي، وفي الحرب، وفي الاصلاح بين الناس. يعني ينفع ان واحد يقول حاجه غير الحقيقه في الثلاث حاجات دول؟ الحرب، انك انت لو مثلا واحد بيحارب وبعدين مسكوه فين مش عارف القواعد العسكريه بتاعتكم، مش هيقول فين طبعا، محتاج انه يكذب وده مش حرام. او لو مثلا اتنين متخانقين مع بعض وانا فرد بره الموضوع، انا واحد ثالث، انا مش في الموضوع، اروح اقول له ده فلان بيشكر فيك، واروح اقول للتاني ده فلان بيشكر فيك عشان اصالحهم على بعض. وحديث الرجل لزوجته مش في الحقوق، وحديث المراه لزوجها مش في الحقوق. يعني ممكن مثلا واحد يسال واحد: مين احلى واحده في الدنيا؟ الصدق ان اكيد هي مش احلى واحده، لكن ربنا اداله رخصه انه يقول لها انت احسن واحده في الدنيا واحلى واحده في الدنيا، مع ان ده خلاف الحقيقه، علشان عيب يقول لها في واحده احلى منك. لو واحده سالت جوزها او واحد بيسال مراته: انت بتحبيني ولا زعلانه مني؟ نفترض هما متخانقين، لازم تقول له: انا بحبك وانت غالي عندي، حتى لو الدنيا مليانه ابتلاءات وهم بينهم بين بعض مشاكل، بس ربنا رخص في هذا الكذب اللي هو ليس في الحقوق وانما في جمال العشره علشان تسير الحياه. الكذب اللي الراهب قاله للغلام دلوقتي قال له يكذب في ايه؟ حرب. لو حد اكتشف ان الغلام بيعبد حد غير ربنا، بيعبد حد عذرا غير الملك، ممكن الملك ياخده يذبحه زي ما يحصل بعد شويه. لكن الغلام بصراحه متلخبط، الناس كلها بتحب السحر وبتحب الملك وبتعبد الملك، وبعدين الراهب لوحده، كل دول غلط وانا بس اللي صح، انا والراهب، وكانه متلخبط مش عارف يعمل ايه، زي حال كثير مننا دلوقتي. لكن ربنا عز وجل لا يمكن يتركك طول ما انت رغبتك ان ربنا يرضى عنك. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم على ذلك وهو متلخبط، اذ طلع على الناس دابه عظيمه، الناس ماشيه في الشارع فجاه طلع لهم دابه. في حديث في الطبراني ان النبي بيقول ان الدابه دي اسد، طلع اسد ضخم وقف سد الطريق. والولد الغلام معدي لقى ناس واقفه وشاف الاسد، قال: بس اليوم اعلم امر الساحر احب الى الله ام امر الراهب. النهارده هعرف من الموقف ده ربنا بيحب الساحر ولا الراهب. وقام واخد طوبه من الارض
وقال اللهم إن كان أمر الراهب، وشوف قال الراهب الأول كانوا بيحبوا أكتر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وقام واخد الطوبة، الطوبة دي ما تقتلش قطة ولا تقتل كلب، والأسد ده حاجة ضخمة، وقام ضارب جتش الأسد مات. فعرف إن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، فساب الساحر وما بدأش يروح له تاني لغاية ما الساحر مات. شوف أنا أقول لكم حاجة يا جماعة، ربنا مش هيسيبك، بس ليه أنت واخد بالك إن دي رسالة من ربنا ليك؟ واخد بالك النهاردة وإحنا بنتكلم إن أنا وسط ما بتكلم هقوم قايل صلاة الفجر، وسط ما أنا بتكلم هقول لازم نبوس إيدين ورجلين أهالينا. في بعض أصحابنا اللي قاعدين بيسمعونا ممكن يكون مقصر في صلاة الفجر. أنا وأنا بتكلم جت كده على لساني، هي ما جاتش على لساني كده وربنا ما يعرفش، ده ربنا هو اللي شاء إنها تيجي على لساني عشان تبقى رسالة لينا، ليا أنا أولاً ولكل واحد بيسمعنا. لو جبت سيرة بر الوالدين، واحد قاعد متخانق مع والدته أو واحدة متخانقة مع أهلها، تعرف إن ربنا أجرى على لساني هذا الكلام عشاني أنا أخد بالي من نفسي في الحتة دي، وكمان عشان كل اللي بيسمعني. فربنا عز وجل لن يتركك كما قال تعالى إن علينا للهدى، أي أن الله هيبعت لك اللي يكون سبب في هدايتك، ويبعت لك الموقف سواء نعمة أو ابتلاء اللي تغير من قلبك ناحية ربنا سبحانه وتعالى. لكن مين ياخد باله إن دي رسالة ليه النهاردة؟ فالولد الغلام أول ما شاف الأسد قال بس ده ربنا بعت الموقف ده عشان أعرف، وقام واخد طوبة. طوبة إيه؟ هي الطوبة دي ما بتعملش أي حاجة أصلا، الطوبة دي أصلا ما تقتلش حيوان صغير، لكن بالله ربنا غير لك الدنيا كلها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الغلام كان عنده ثقة في الله إن يا رب أنت مش هتضيعني، يا رب لو كان أمر الساحر، لو كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر اقتل الدابة دي. ثقة في الله وتوكل على الله ويقين ربنا مش هيسيبه. شوف يا جماعة، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال أنا عند ظن عبدي بي. لا يمكن تظن في ربنا ظن وبعدين يخذلك. اذا كان احنا في الدنيا الناس الشرفاء والناس اللي عندهم وجاهه وعندهم مناصب، لما تطلب منه حاجه وتقول له انا بصراحه معتمد على ربنا يسلم عليك، تحسسه كده يعني ما يتخلاش عنك وما يسيبكش. فما ظنك برب العالمين لما ترمي توكالك على الله؟ الغلام كان عنده يقين، وهتشوف ربنا قد ايه يعني كان جنب هذا الغلام، وهتشوف مواقف بعد شويه قد ايه لما توكل على ربنا في حاجات اكبر. انا عند ظن عبدي بي، ولكن بعد فصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حكاية غلام الأخدود. قتل الدابة، تأكد ان الراهب احب الى الله من الساحر، ترك الساحر، مات الساحر، ورجع الغلام للراهب يقول له اللي حصل. فقال له الراهب يا بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل علي. ربنا اعانك، ثبتك، كان بجوارك واعانك، خلاص انت دلوقتي احسن مني. اشمعنى الراهب قال له انت احسن مني؟ قال لك علشان الغلام التزم وهو شاب، الراهب سنه كبير، وطبعا يعني ايا كان سن القرب من ربنا يعني ربنا عز وجل يجمعنا جميعا في الجنه، لكن خد بالك الشباب مختلف، فتن اكتر والشهوات اكتر. فكون ان الواحد يقرب لربنا وهو شاب، كما ورد في الحديث شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكتي. انك صرت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل علي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ادى الغلام ده منحة من عند ربنا اسمها الكرامة. الكرامة دي عند عقيدة اهل السنة والجماعة ده شيء خارق للعادة، ربنا بيديه لبعض الصالحين تثبيتا لهم ان هم على الطريق الصح، اشياء خارقة للعادة. عارف زي ايه؟ فاكر الراجل اللي قتل 100 نفس وبعدين حب يتوب لربنا عز وجل، فقال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على واحد يعني كده زي ما يكون بيقعد في المسجد، فدلوه على راهب، فقال له انا قتلت 99 واحد ليا توبه، قال له لا، فقام قتله. وبعدين حب يتوب فراح لشيخ تاني قال له انا عايز اتوب ينفع ولا ما ينفعش؟ قال له يا بني ومن يحجب عنك باب التوبه؟ ايه المشكله؟ ربنا غفور رحيم، بس روح المكان ده، البلد دي احسن من البلد اللي انت قاعد فيها. اول ما فكر يمشي مات. فربنا عز وجل قال للملائكه لو كان اقرب للارض الفاسده يخش النار، لو كان اقرب للارض الصالحه يخش الجنه، وامر الله الارض ان تتزحزح من تحته.
الله زحزح الكرة الأرضية من تحت واحد قتل 100 نفس عشان هو كان عايز يتوب. فدي بيسموها كرامة للناس اللي ربنا بيحبهم، حاجات خارقة للعادة. طب إيه اللي كان عند الغلام؟ اللي كان عند الغلام إن هو كان دعاءه مستجاب، ولو مسح كده على أي واحد مريض كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، فكان يبرئ، أي يشفي بإذن الله طبعا، يبرئ الأكمه والأبرص، الأعمى واللي عنده مرض البرص اللي هو بعض البقع اللي في الجلد كده ليس له علاج، يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. دعاءه مستجاب بيشفي الناس بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ودي هدية من ربنا تثبيتا له إنه اختار طريق ربنا عز وجل. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فاكرين صاحب الملك الثاني اللي هو الجليس، الجليس ده كبر في السن واتعمى، وبعدين الملك المفروض ان الملك ده هو رب الجليس، فالطبيعي ان الملك ده بيشفي الناس، فالجليس بيقول للملك اشفيني، الملك مش عارف انه بشر لا ينفع ولا يضر، فسمع ان في ولد، الولد ده بيدعي وبيمسح كده على اجساد الناس ربنا بيشفيهم، فقام مجمع هدايا كتير قوي ورايح لهذا الغلام، فقال له يا بني ما ها هنا لك اجمع، شايف ده كله، كل ده عشانك انت، ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، ربنا اللي بيشفي، فان انت امنت به دعوته لك فشفاك. يعني اعمل ايه؟ قال له خش معايا في الدين. طيب خلاص انا مؤمن بربنا ومش هعبد الملك. فدعا ربنا عز وجل الغلام ومسح كده على عينيه فربنا شفاه. فتاني يوم راجع الجليس، هو كان قاعد مع الملك امبارح مش بيشوف، مش عارف يمشي، داخل تاني يوم على الملك، الملك قاعد على العرش والجليس داخل مفتح، فالملك استغرب، قال من الذي رد عليك بصرك؟ مين اللي شفاك؟ قال ربي. الله، بس انا امبارح ما ردتش، ما عملتلكش حاجه، انا امبارح كنت مشغول مش عارف، كان ورايا مشوار، من رد عليك بصرك؟ ربي. اولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، وانت اصلا مش رب اصلا. فتنرفز وقام واخده قعد يعذبه حتى دل على الغلام، من ربك يا غلام؟ قال ربي وربك الله. قام واخده قعد يعذبه حتى دل على الراهب الاولاني، الشيخ الكبير زي ما بيقولوا. فقام جايب هذا الراهب، من ربك؟ قال ربي وربك الله. فقام واخده وحفر له حفر لغايه وسطه، صاحب القصه اللي نزل فيه القران اللي النبي اتكلم عليه من شويه، قام حفر له حفره وقام حاطط المنشار في راسه وقعد ينشر حتى سقط شقاء، اتقسم نصين، لا يرده ذلك عن ديني. وقام جايب الجليس، من ربك؟ قال ربي وربك الله. قام حاطط المنشار وقعد ينشر حتى سقط شقاء وكلهم ثابتين على الدين. ثم جيء بالغلام. قبل ما اتكلم على الغلام عايز اسالكم سؤال، كلنا بنقول في فتن كتيره واحنا في عصر صعب قوي، بالله عليكم يا جماعه كل الفتن دي تساوي حاطط المنشار في الدماغ وبينشر؟ يا جماعه كل عصر له فتن، وإياك تظن إن ربنا ظلمنا إنه جابنا في عصر فيه فتن كتير علينا صعبة. ربنا يعلم إيه المناسب، الوقت المناسب اللي أنت تعيش فيه. بعض الناس يقول لك يا عم الصحابة ما كانش عندهم فتن، لو كانوا عايشين ساعتها دلوقتي الصحابة، لو كانوا الصحابة عايشين معانا كانوا غلطوا زينا. طبعا ده عدم احترام للصحابة. أقول لكم فتن الصحابة، الصحابة يا جماعة النبي جالهم وهم بقالهم 40 و50 سنة بيعبدوا الأصنام، يعني ربنا هو الخشبة اللي هناك دي. تخيل النبي يقول لهم ربنا والجنة والنار والقبر والنعيم والعذاب وهم ما شافوش حاجة وشايفين الآلهة بتاعتهم، ويسيبوا هذه الآلهة من أجل رب السماء. ولما واحد فيهم يسلم ممكن يتقتل وممكن يطرد من بيته وممكن تتسلب منه الدنيا كلها عشان ربنا، هو لسه ما شافش ربنا ولا شاف الجنة ولا شاف النار. كانوا يبقوا ماشيين كده في الشوارع وفي بيوت معلق عليها رايات حمراء، رايات الزنا، الفواحش كانت قانونية، ينفع أي حد يعمل اللي هو عايزه، ومع ذلك سابوا ده كله من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا يا جماعه الفتن اللي عندنا صعبه، ما حدش يقول مش صعبه، بس على قدنا. الراهب والجليس بتاع الملك اتحط المنشار واتنشر نصين، مش فتنه بقى فيديو كليبات ولا فتنه مش عارف فلوس حرام ولا فتنه ناس بتسخر من الحجاب، دي فتنه واحد بيتنشر نصين. طب تخيل كده، يعني الراهب هو اللي اتذبح الاول، خلي الجليس واقف وشاف واحد بيتنشر قدامه، وبعدين اتسال نفس السؤال وقام منشور هو كمان، والولد ثابت الغلام، جيء بالغلام، بس خد بالك الملك محتاجه. محتاج له، لان الساحر مات والجليس مات، محتاج حد عنده قوه خارقه زي الغلام ده، الكرامات اللي ربنا اديها له. فقام قايل للحراس خدوه فوق الجبل واسالوه بتعبد مين؟ لو بيعبد ربه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ارموه، ولو قال بيعبدني اللي هو الملك رجعوه تاني. تخيل معايا بس المشهد ده كده، المشهدين اللي جايين. واخدين الغلام ماشيين بقالهم ساعتين ثلاثه بيطلعوا الجبل، 50 حارس ولا 60 ولا 70 بالسيوف وكلهم اجسام، وده غلام صغير يطلع فوق الجبل. تبص كده من فوق الجبل اللي هيقع ممكن يموت في السكه من الرعب. ها، من ربك؟ الاله اللي هو الملك ولا ربك اللي احنا مش شايفينه؟ كلمه واحده،
خد بالك الغلام جرب من شوية لما توكل على الله عز وجل، ربنا كفاه، وقام مسك الطوبة وضرب الأسد الضخم، ربنا موته عشان يقول له أنت على الحق، خلاص ربي معي يا ربي، راني ربي هيكفيني، أنا مش قلقان، وتعود خلاص على نصرة ربنا ليه. فأول ما شاف المنظر ده كده وهيموتوه قال كلمة واحدة، خد بالك هو من شوية قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، دلوقتي خلاص نظر إلى السماء وقال رب اكفنيهم بما شئت، يا رب تصرف مع هؤلاء، رب اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل، أصل الجبل ده عبد، وجت رياح عظيمة، أصل الرياح دي عبد، وقعتهم كلهم، والجاذبية الأرضية بتاعت الجبل مسكته ورجع، رجع للملك. فقال الملك ما فعل أصحابك؟ إيه ده؟ هم فين الجنود؟ فقال كفانيهم الله بما شاء. فقام الملك نادي الحراس قال خذوه في قرقور، يعني قارب في وسط البحر، وامشوا بيه لغايه ما تخشوا في الغويط جوه، وراودوه عن دينه، يعني اسالوه بتعبد مين. تاني جمع الحراس يركبوا في القارب، ماشيين 3 ايام جوه لغايه بقى اللي هيترمي هينزل 5000 متر تحت، وقاموا رابطين في طوبه وسالوه من ربك؟ هنا في سؤال بساله لنفسي وليكم، هل الله، جاوب على السؤال ده، هل الله يقدر ينجيه؟ اقنعني، استنى بقى. دلوقتي احنا كنا فوق الجبل، ممكن شوية هواء ومش عارف الزلزال والكلام ده، لكن احنا في القارب وفي وسط البحر، قول لي ازاي ربنا ممكن ينجيه؟ هم لو زقوه هيموت، قول لي ازاي ربنا ممكن؟ هذا السؤال سؤال واحد ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى. تقولش ازاي؟ الله هو القهار لهذا الكون. الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، على كل شيء قدير. مش في حاجات ربنا قادر عليها وحاجات صعبة؟ مش في حاجات ربنا قادر عليها وحاجات ممكن محتاجة وقت؟ قال رب العالمين ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله عز وجل يبعث الدنيا كلها يوم القيامة من لدن آدم لقيام الساعة بنفخة واحدة في الصور، إن كانت إلا نفخة واحدة فإذا هم جميع كلهم إلينا محضرون. لذلك خد بالك بقى، الله على كل شيء قدير، ومحتاج انت محتاج انك تثق، وانا كمان محتاج ان انا اثق في ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الظن اللي بيستجلب به العون، ولا واحد بيقول ايوه انا هتوكل على ربنا بس ازاي؟ ازاي؟ ايوه ازاي لما ابعد عن المال الحرام؟ ازاي هيرزقني؟ ازاي لما اسيب البنت اللي بحبها؟ ازاي هتجوزها؟ ازاي لو ما غشتش في الامتحان زي ما كلهم بيغشوا هنجح ازاي؟ ازاي؟ يا اخي هو بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من غير ما تتظبط انت خد بالاسباب وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو يكرمك سبحانه وتعالى. ثقه في الله عز وجل وتوكل على ربنا عز وجل. في وسط البحر الجنود كلمه واحده، قال رب اكفنيهم بما شئت، يا رب دول عبيدك وانا عبدك اكفنيهم بما شئت. شويه هوا والامواج قلبت القارب ورجع هو. الملك استغرب قال ما فعل اصحابك؟ فين الجنود؟ قال كفنيهم الله بما شاء ايها الملك، انك لن تستطيع ان تقتلني حتى تفعل ما امرك به. اعمل ايه؟ قال اجمع الناس في صعيد، يعني في مكان واحد بس، ثم اصلبني على جذع شجره، ثم خذ سهما من كنانتي، خد سهم من الجراب بتاعي، وقدام الناس كلها بصوت عالي قل بسم الله رب الغلام، قدام الناس كلها. ايه اللي هيحصل؟ هتموتني. طبعا بعدم ذكاء الملك قام واخد جمع الناس كلها زي ما قال له، وقام حط على الشجره واخد السهم وقام عامل كده وقال بسم الله رب الغلام، فجاء السهم حيث اشار الغلام في صدغه يعني في رقبته كده، فمات الغلام. فقال الناس امنا بالله رب الغلام، كل البلد اسلمت لرب العالمين عز وجل. على فكره الغلام لو كان قاعد 10 سنين يدعوهم الى الله يسلم معاه 10 20 30، لكنه ضحى بحياته عشان كل البلد تقول امنا بالله رب الغلام. اول ما الناس امنت قام اصحاب الملك قالوا لقد حدث ما كنت تحذر، اللي انت خايف منه حصل، الناس كلها امنت ما بقاش واحد. طب اعمل فيهم ايه؟ احفر لهم حفر، اخاديد جمع اخدود يعني، حفر واسالهم بتؤمن بيا ولا بربنا سبحانه وتعالى؟ لو قال بربنا ارميهم، لو قال بيك خلاص سيبهم. فجمعت البلد كلها واتحفر حفر ضخمة، وكان كل واحد يتسأل مؤمن بمين؟ بربنا ولا بالملك؟ لو قال رب العالمين يترمي 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 لغاية ما اتنموا كلهم، لغاية ما جت ست في على بطنها طفل رضيع فبيزقوها عشان تترمي، فخافت على نفسها وعلى ابنها، فقال الطفل الرضيع ودي أحد المعجزات يا أمي اثبتي فإنك على الحق. اترموا كلهم وفجأة كبرت هذه النار وأكلت كل أصحاب القرية، العصاة والملك اللي كان بيدعي الربوبية، قتل أصحاب الأخدود.
النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثقة الغلام وتوكله على ربنا عز وجل. الله لا يضيع الناس المتوكلة عليه، الله لا يضيع الناس اللي بتلجأ إليه سبحانه وتعالى. فاثبت وثق في ربنا عز وجل، وكما قال رب العالمين: أنا عند ظن عبدي بي. لكن سوء الظن ربنا مش هيساعدنا، ده اللي بيخلي الواحد مش واثق في ربنا، ما عندوش يقين وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا، ربنا يثبتنا ويثبتكم جميعا. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.